يعني بدك تقولي 3 اشهر نطاها بياخت مع اكيك. بس يعني مرقت فترة اتضايق من الاكل وصرت اتوهم على صينية كبه بالفرن وشوربة عدس، ولا طبخة يبرق وتحت فرشة عصعيص، ولا طبخة بس مشكات. ليلى بنتي شبك تعبانة؟ ما في شي حبيبي، ما في شي، لا تخاف، هيك حالة بسيطة صلها فترة عم تجيني. لك يا بنتي ليش ما بتحكي؟ قلت لحالي يعني حالة عرضية، دوخة عم تروح وبتجيني. لا حول ولا قوة إلا بالله، تعي استندي علي لحتى فوتك لجوا. تعي يا حبيبي. يلا حبيبي يلا. يلا. ارتاحي مدام، ارتاح ارتاح. ساعدك بشي؟ لا حبيبتي سلام عليكي. بابا حاسة بشي؟ لا بابا ما في شي، هلا شوي شوي برتاح. مدام اعمل لك كاسة ليمون مع ملح؟ لا حبيبتي اعملي لي زهورات. على عيني. بابا شو رأيك اتصل بخالد خليه يجي؟ لا بابا ما في داعي، ما بدي يعطل شغله. طيب نروح نشوف دكتور؟ ان شاء الله بعد الظهر. بابا شدي حينك شبه، لا يكون صار معك هيك لاني حكيت على الاكل. فعلا بابا اول ما جبت سيره الاكل انا بدايقت. لكن كل هالجيل الجديد هيك بترقدوا على الرجيم، وهلا انا راح بطلع اعمل دوش وبرجع لعندك. منيح؟ روح حبيبي انت لا تحمل همي، هلا انا شوي تاني بكون تحسنت. طيب يلا. الو اهلين سوسن، كيفك حبيبتي؟ شو ما رحتي على الشغل؟ اجازه ساعيه. شو عندك اليوم بعد الظهر؟ بدي اروح انا وياكي عند الدكتور. لا حبيبتي ما في شيء، بس يعني هيك شوي عم تلعي نفسي ودوخه عم تروح وتجي، عم نام كثير وقابلتي قلاني. ايه حبيبتي امر عليك المساء بعد الظهر. طيب اوكي باي، الله معك. أنا يا عمي ما أدري ليه بنتك عنيدة بهالشكل، يعني إيش فيها إذا انتظرت ورحنا سوا للدكتور، إيش فيها؟ لو قالت لي كنت قلت لها تستناك، بس أنا مثلك يا غافل إلك الله. يا أخي أنا شفت لها إنه كل أختين بحبوا يكون في بيناتهم أسرار وشغلات ما لازم حدا يعرفها. قصدك يعني مو لازم حدا يحشر مناخيره فيها؟ ايه وخاصة إذا كان هذا الحدا مناخيره كبيرة. لو رحت معهم كنت عرفت هلا شو صار وخبرتكم. جدا مو حلوة تلعب دور الفساد وتنقل الشاردة والواردة. هلا صرت فساد؟ لما كنت اجي احكي لك كل شيء تنبسط مني وما تقول عني فساد. جدو تعا فك لي رقبتي شوي. مرحبا يا جماعة كيفكم؟ أهلين مرحبا. كيفك حبيبي؟ أهلين حبيبي. أهلين ليلى، معقولة تروحين لوحدك وما تقولين لي؟ طول بالك يا القط نفس. شو طمنيها حبيبتي شو الأخبار؟ ما في شي، طلب منها شوية تحاليل بسيطة. وإن شاء الله التحاليل كويسة. قال في شوية تعب يعني، بس على الفحص ما بين معه شي. بابا عم تتعبي شي؟ لا ما عم بتعب. ليش عم تشتغل شغلة؟ رامي إذا سمعت الكبار يتكلمون أنت تسكت، زين؟ طيب وما قالكم التحاليل مشان شو؟ قال زيادة احتياط، وعطاني مجموعة فيتامينات وشراب للدوخة. يا ستي ما على قلبك شر. تسلم يا صهري. شو وينها نجمة؟ كان عادة، بسابع نومة. إيه حبيبتي ليلى، وش تبين من نجمة؟ أبيها تعمل لي صحن بطاطا مقلية وترش لي على وشه شوية كمون وليمون. أي بسيطة هلا أم السوس، بتلحق لك صحن على السريع. صحن على السريع؟ شو هي مقطوعة من شجرة ولا ساكنة بحارة تلمين إيده إله لحتى تلحق لك الصحن على السريع؟ إيه معها كائنات بشرية عايشة كمان بدها تتغذى. لك على عيني على عيني يا عمي. بابا سوسان اعملي لنا كلنا ومو غلط تدعميها بصحن باذنجان. تكرم عينك ماجد بيك. بالإذن. السلام يا عيوني روحي حبيبتي، بيت السعيد على راسي كلهم لأجلك. أنا رامي قم يا بابا ذاكر دروسك. يلا هلأ لما صار في بطاطا مقلية بالنص تذكرت وقت دروسي
ليش تحبوا تخلصوا مني دائما باللحظات السعيدة؟ طيب أنا آسف، لا تقوم وتذاكر دروسك، خليك جالس معانا لليل. ها هيك بدي اياك أب مسالم ديمقراطي. طيب يلا أنا فايتة ساعات سوف. هلا هلا هلا. شو رأيكم نفوت لجوا نقعد جنب التلفزيون نتفرج لنا على شي فيلم حلو، لأنه لأجل المصادفة ممكن يطلع بطل الفيلم منخاره كبير. خلصنا بقى. بعدين رح نقضي القعدة تبعك هيك على مرأك. يا لطيف شو بتشبه حماتك الله يرحمها، هيك كانت تقعد قدام التلفزيون وتكبس وتكبس وتقلب بهالمحطات. يلا عمي افتري على حماتي الله يرحمها، اصلا لما عطتك عمرها ما كان فايت الستلايت لعنا على البلد. لحظة شوي، بعدين كان يعني يا دوب في محطتين تقعد تفقس لي فيها. قلك شغلي عمي يا لطيف زمتك شو واسعة. لك يوم يا خلصني هيك، انت خرج تقعد قدام الدش وتقلب مثل حماتك. قوم من خليتي شرفوا. سوسان شو رأيك انت كمان تعملي تحليل؟ اي حبيبتي بس انا ما عندي شيء ولو كان احتياط. اصلا الواحد لازم كل 6 شهور يعمل له تحليل حتى يطمن على صحته. كل 6 شهور؟ يا ستي كل سنة. قولتك جبتيها، بما انه انا كمان على الريق رح اعمل. وهيك هيك رايحين ورايحين، وبكره بيطلعوا التحليلين سوا، بيعود خالد وهو راجع من شغله بيمرق بيجيبهم. ايه اتفقنا؟ اتفقنا. شو لسه ما خلصت شغل ومطول؟ شوي كذا بس عندي بعض الحسابات لازم اخلصها. خير انت تبين شيء؟ ايه ابي. تدللي امري. شي عبالي اكل عوامي عم ينقط منها القطر تنقيط. شلون عوامه؟ طيب على الناشف ما يمشي؟ لا ما بيمشي الحال، هيك نفسي طالبه. زين كم الساعه عندك الحين؟ الساعه 12 بعد نص الليل. 12 بعد نص الليل، يعني على ما اجيب لك يعني يبي لي ساعه. الله يخليك خالد، يعني اليوم اذا ما باكل عوامي بالقطر مدري شو بصير فيني. لا لا انت ايش فيك هاليومين؟ انت غريبة، مرة تبين فلافل ومرة عوام ومرة ما ادري وش هو. إيه انا ما صدقت امتى رجعت قابلتي. بعدين خالد بكره لا تنسى تجيبي التحاليل من المخبر. طيب ايش رايك بكره اجيب لك العوامة وانا جايب التحاليل؟ لا بدي اياها هلا، لانه من هون لبكره بيكون اجى على بالي شيء ثاني. ما انا داري داري مستحيل ارتاح. ماجد بيك ماجد بيك. نعم نعم شوفي. تليفون من خالد بيك. هاتي لشوف. ايه خالد في شيء؟ شوفي خي. خلاص روحي شوفي شغلك. ايه شو عم تقول؟ ليلى حامل؟ يا ريتني اعرف ظلغت. حماتك الله يرحمها كانت شاطره بهالقصص هي. شغلتين ما كان حدا يقدر يتغلب عليها ابدا، لما بالظلغت ولما كانت تولول علي. ليلى بجنينة نادي لك إلها؟ طيب طيب لكان خلص شغلك وتعال بانتظارك. مع السلامة. يا سلام يا سلام، أخيرا عائلة ماجد بيك راح تبرعم. تفضلي مدام. يا على آمتي نسيت كاسة المي لا تأخذيني. ولا يهمك حبيبتي بسيطة. بسيطة بسيطة. مجمع؟ نعم مدام. مشان التبولة. يا ريت تكتري لها الحامض، لأنه صايرة هيك ريقي عم يطف على الحوامض كتير. والخبازة خففي لها توم وكزبرة، بس كتري لها زيت، بحب الزيت البلدي أنا. حاضر مدام. بس مدام أنا والله عم بتعب، يعني هدول الأكلتين بيهدوا الحيل، تبولة وخبازة بالزيت، أنا شو بدي لحق لها لحق؟ يا ماجد بيك شو بدي لحق لها لحق؟ طيب خلص أنا بساعدك. شو تساعدي؟ نحن لازم هلأ كلنا نساعدك. ليش خير شو بني بابا؟ مبروك يا بنتي مبروك. من شوي اتصل خالد وقال انه التحاليل طلعت مزبوطة، يعني انت هلأ حامل يا بنتي حامل. حامل؟ يا رب يا رب جيبي بنت يا رب. ولا قل لك جيبي لك 3-4 صبيان وكحليهم بكم بنت. هلأ انا حامل؟ طيب كيف؟ وانا مالي منتبهة ولا بذهني هيك موضوع. رب صدفة خير من 1000 ميعاد اجت والله جابها. هبال سوسن ان شاء الله. اخ بلش وجعني ظهري يا جماعة، انا تعبت لازم اطلع ارتاح. نجمة البيت خليها تساوي شيء. لك وينه هذا مقصوف العمر جابر؟ جابر راح لعند امه كالعادة مثل كل شهر مشان تاخذ منه الراتب. الله وكيلكم ما بتخلي معه قرش. قال شو خايفة يتجوز من ورا ظهر الخانم. في احلى الواحد انه يجوز ولاده يفرح فيه؟
إيه معناها من هون ورايح لازم تدللوني كتير، وخاصة خالد لازم يحقق لي كل طلباتي وأمنياتي. ليش بيقدر يتأخر؟ غصب من عنه بده يساعدك. أصلاً خالد بيك ما بيرفض لك طلب مدام ليلى. كتير منيح، أنا لكن قايمة أرتاح بغرفتي، تعبت نجمة سنديني. يلا على مهلك على مهلك. يا جماعة أنا جعبالي آكل. أطلبي وتمني. طول بالك لحتى كفي حكي. جعبالي آكل حلو لما ماله. الحقيقة هي أكلة كتير طيبة بس صعبة. ولا يهمك، بس أنت حبيبتي قولي وش هي الأكلة هذه؟ مغربية، كتير جعبالي آكلها. مغربية؟ ما عرفت. ايه هي هيك اسمها، انا دقتها بس ما بعرف اطبخها. بدكم تسالوا الشيف عماد. عماد 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 تكفى يا عماد، انا داخل على الله طم عليك. تكفى حبيبي لا تحرجني الله يخليك. لا 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 ارجوك ارجوك وقفتك معي هالمره كوم. تكفى يا عماد تكفى ارجوك، انا اعرف ليلى اعرف ليلى وحامها صعب. انت نسيت لما كانت تتوحم برامي؟ ارجوك انا ما حدا يجيب سيرتي، واذا بتريدوا ما حدا يقارن محامي بمحامي حدا ثاني. بالمناسبه خالد أنا حابب أهديك كتاب أنت وليلى اسمه تعلم الطبخ في 20 يوما. عمي هذا الكتاب كتير ظريف ومهم. اسمه صار الحديث وصار، رح أقوم أسناولك إياه من المكتبة. لا يبا وين تروح وين تجي، نروح للكتاب والموسوعة كلها عندنا. الله يخلي لي إياك، بس والله شغلة متعبة يلبك يعني. معلش يا عماد أنا مالي مقتنع فيك ولا بطبخك، أنا مقتنع بشهامتك وطيبتك. ها أنا قلت شيء؟ هذه شهادة من عمي. مع اني مالي فاضي والشغل لفوق راسي، بس انتو غالين علي كتير انت وليلى، بدي اخدمكم بعيوني وعمي كمان غصب عنك. يلا عماد خلينا ننزل نشوف شو بدنا نحضر للطبخة. بس عفوا طلب صغير ست ليلى الله يخليكي. تاني مرة حبيبتي وقت بتتوحمي توحمي لك على شيء اكلة بسيطة، يعني بطاطا بالصينية، شوربة خضرة، عجة مثلا. اسم الله حولك وحواليك، بنتي ليلى حبيبي بتعرف طعم التمة وبتعرف شو تطلب، وهالولد اللي ببطني طالع زويه بالاكل طالع لجده. اي بكفينا واحد بالعيله زويه. تسكت لا تحكي، قالوا له القط حاجه تنط. انا قط عمي بسيطه، على كل بكره بس يجي اولادي ان شاء الله رح فرجيك كيف رح يطلعوا شبه عيله ابوه. يا سيدي المهم ما يطلعوا لك ولا بيشبهوك. خالد جبت لي تحليلي؟ اوه يا سوسن نسيت. لا تواخذيني سوسن، صدقيني الخبر خلاني ارتبك وانسى تحليلك في المختبر. معلش سامحيني. خلص ولا يهمك، بكره عماد بيمرق بياخده. لا 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 انا بكره امر واجيبه. حبيبي رامي قوم لننزل لتحت نتفرج على فيلم وحيدا في المنزل. ما بدي اتفرج على شيء. ليش حبيبي من شو زعلان؟ طبعا بدي ازعل من وراء عمايلكم فيي. نحنا ليش شو عملنا فيك؟ ما بكفي رح تجيبوني منافس على العيله ورح تنزل بابوشتي من عرف، وتاني شغله بكره اذا كان الولد صبي بياخذوني على العسكريه. لا حبيبي رامي من هالناحية تطمن، انت من اب سعودي. بالنسبة لبابوشتك ما بتنزل نعرف ابدا، وخاصة عندي انا. بعدين حتى لو اجاك اخوات ما انت راح تضل كبير والكل يحترمك مثلي انا وامك، ما بتشوفي قديش بحترمها وبسمع كلمتها؟ اي حبيبي فعلا بتحترمها اكتر مني. لا عن جد يعني بكره ما راح تدللو اكتر مني؟ لا حبيبي تطمن، اصلا ما حدا راح يقرب عليه غيرك، مو هيك خالد؟ طبعا بالتأكيد، رامي هو الوحيد اللي ساهم في تربيتك. شو ما حنطبق الطبخة أستاذ؟ طبعا حبيبتي، بتسمحي لنا نقوم نساعد بعض؟ مو معقول تقول عم يدعيني لشي رقصة، دخيلك شو رومانس شرفي. بس لا عفوا قبل ما نشرف، يعني أنا برأيي إنه الرقص الشرقي شبيه كتير بالطبخ الشرقي. مظبوط شرفي خلينا نرقص، خلينا نطبخ. بالإذن. الله معكم. تعال جدا شوف الفيلم. يلا جعبالي اكل صحن فول مدمس. عماد الله يخليك لا تزعل من بابا، يعني بتعرف قديش هو بحب يمزح معك. لا خلص تعودت عليه ما حزعل منه. يعني هو مثله مثل اي اب هيك بحب يشوف لبنته بيبي صغير يتسلى فيه. بس حبيبتي ما اتفقنا انه ناجل الموضوع؟ بيبي لسه بيبي وما بيبي. بلا بس يعني بلا بس بلا خس بلا مرتدين بلا باذنجان. حضرتي لنا الطبخه؟ حضرته. يعني سلقتي لي الدجاجه؟ حطيتي فيها ورق غار؟ حطيتي فيها قرفة؟ قرف لك رقبتك هلا؟ خلص اتفقنا نأجل الموضوع. خلص ما أجل الموضوع. خلص لا تقلق. يلا طيب هلا رح نرجع نعد المقادير سواء انا وياكي، شو رأيك؟ يلا احفظي ها؟ اوكي.
ثلاث كاسات مغربيه، بصلتين مفرومين ناعم، حمص مسلوق نص كيلو حمص مسلوق، عندنا ست بصلات اما مسلوقين او مشويين ماشي ما بتفرق، عندنا ملح، عندنا كراوية، عندنا بهار ابيض، عندنا هي المطحون، وعندنا هي بيقولوا لها دقة المغربية او بهارات المغربية بعرفها برافو، وعندنا هيل وغار اللي حطيناهم للطبخة، وعندنا كاس سمنة وكاس فاضي، وعندنا سميد مشا عفوا عليكي ماشي هلا بنبلش. طيب اول شيء جيبي لنا طنجرة مشان نبلش بالمغربية. تفضل شعلي لنا تحت الطنجرة. في ملاحظة بدنا نحكيها هلا بالنسبة للمغربية، لبين ما يكون حامي السمنة، إذا بتكون ناشفة مو مسلوقة بحطوا لها لكل كوب مغربية كوب ونص مي، ماشي؟ يعني على 4 أكواب ونص مي في حال ما كانت مسلوقة، في حال كانت مسلوقة لكل كوب مغربية بحط لها كوب مي من مية الدجاج. بالضبط، يلا هلا حط. كالعادة حبيبتي نحن لازم ما نخلي البصلة تحترق، يعني لازم يصير لونها ذهبي أو تزهر، مو تحرق أيام تلك اليوم بقول لك عملي البصلة تجي حرقت إياها. حبيبتي أعطيني هلا المغربية. تفضل اسكبوا اسكبيهم كلياتهم تبي تتطرشي. يلا اوكي ما في مشكلة. هلا بدنا نضيف بدك تجيبي لي الكبشاي. مسكيني هي قلبه قلبيهم شوي. هلا انا بدي اضيف، نحن هون عندنا مثل ما حكينا 3 كاسات مغربية، فكونها كانت المغربية ناشفة غير مسلوقة نحن نضيف تقريبا 4 أو 5 كبشايات مرقة الدجاج. مرقة الدجاج. بلش يغلي فورا. بعتقد صار تمام. شو هلا؟ هلا نحن رح نبلش نحط البهار. اعطيني اول شيء الملح. ليش؟ معلقه. كمان؟ لا. اعطيني هلا الكراوية. طبعا الكراوية احنا بناكل على شغله هي بس مشان النكهه. معلقه ولا تنتهي؟ معلقه. تمام؟ تمام. اعطيني هلا البهار الابيض. كمان وحده؟ اعطيني الهيل نص كمان. لا معلقة خليك وحدة معلقة. البهارات المغربية او دقة المغربية قديش حط؟ كمان معلقة. النشا هلا النشا بنحضر شيء ثاني لو النشا هلا بدك عليه. هلا حضري لي او بالاحرى املي لي هذا الكوب مي بارده منشان نحل فيها النشا. شوف خالد شوف ما احلى الاوفرول. الله
الله، لا جميل جميل جدا. بابا شوف الجاكيت ما انعمه. يا سلام، شو هاد الشانتيون؟ لك يسلم لي. شو هاد؟ مثل ملابس الفصاعين الصغار. انا ما بدي يجيني حفيد يقعد يسق وينق بخلقتي. والله حاسس انكم عم تاخذوني على قد عالي. شو عرفك يا جدي؟ قصدي يعني انت الحب الاول. طبعا انت الحب الاول. لا تغشي، شايفك على النص. غير النص. اوكي. ونعبي مي؟ عبي مي وحلي. لا وقت كبير هون. لا. تدري ايه هون بتعملي لنا مصيبة. يعني كل هالقد شايفني ما بعرف. هلا بدنا نحضر صوص المغربية. هلا بدنا نضيف تقريبا كوب ونص من مرقة الدجاج لهي الطنجرة، ونحط فوقهم المزيج اللي انت عم تساويه. ماشي الحال؟ ماشي. اعطيني بعض البهار. اول شيء كرابيا نص معلقه تقريبا، بهار ابيض نص معلقه، هيل كمان نص معلقه، وبهارات المغربية بنحط تقريبا معلقه. الصوص تقريبا صار جاهز. نحن هلا باقي علينا انه ننتظر لحتى تستوي المغربيه. نحن هون عندنا الفروج صار جاهز، بس تستوي المغربيه بنطالعها وبنحطها بجاط بريكس او اي جاط ثاني متوفر بالبيت، بنحط فوق الفروج طبعا بعد ما نقطعه، وبتكون تقريبا الاكله جاهزه. اوكي، فهلا نحن راح ننتظر. بس بدها شوي بتستوي. اوكي، رح ضبطك ضبطي. خلصنا من هدول. ما صرت مو شاطرة الا بالطبخي. طبخي ما بتطبخي، احفظي ما بتحفظي. هلا كل العمل لانه جبنا سيرة هالبيبي. خلص اوكي. على مهلك شوي شوي. أقول بس خلصيني من هالدلال يا ليلى.
لكن انا ما صدقت امتى احمل لحتى اتدلل عليك شوي. اخ ظهري. طيب سوسان هيك نحن بنكون تقريبا كل شيء صار جاهز، قطعنا الفروج مشان نفرشه على وش المغربيه. اول شيء رح نبدا نعبي الصوص بالزبادي. تخلي البصل معه؟ طبعا هو يعني شكلا اجمل، والبصله بعد ما انحطت بالصوص وانسلقت فبيكون طعمتها صارت طيبه. حاجة تحوصي وتحرطي مساعدك. الله يعطيك العافية. طيب شو هلا؟ هلا نعبي المغربية بهذا؟ المغربية شلون صوصها؟ بس راقبين حبيبتي، انتي بس شاطرات راقبين، بدك تشتغلي احفظي، ما بدي احفظي، ما بشتغلي. هلا تمام؟ طبعا في عالم يسلموا ايديك حبيبي، عم بعذبك معي. شو تعذبيني ما تعذبيني، تفضلي بس شربي كاس العصير. يسلموا ايديك. انت بس يا حبيبتي تدللي. عن جد؟ طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام. صح النوم يا عم؟ يصح بدنك. انا يا ابني هاي نومي بعد الظهر ما بستغني عنها ابدا، بحبها كثير. هلا 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 ليلى يا بنت الحلال، بسك اكل. انا خايف عليك ترى تخسرين الرجيم، يكفي بس حبيبي بس هالفتره. هذا اسمه وحام، يعني الاكل بيكون فيه غير طبيعي، بعدين كل الامور بترجع لوضعها الطبيعي. طيب بالمناسبه عندي لك خبر سعيد وخبر محزن في نفس الوقت. خير؟ هو الحقيقه سعيد لانه اصحابي يستاهلون. تفضل. اليوم رحت المختبر وعطوني التحاليل، يقولون ان حصل عندهم خطأ بين اسمك وبين اسم سوسن، وعطوني التحاليل الصحيحة. ايه شو النتائج؟ تحليل ليلى سليم وما عندها شيء ولا عندها حمل ايضا، وحالة الغثيان اللي تجيها هذه اثر طفيليات. التحليل سوسن؟ لا سوسن التحليل يقول انها حامل وبالشهر الثاني بعد. حامل؟ شو قلت؟ سوسن حامل؟ خبرتوها لسوسن انها حامل؟ ايه خبرتها، وراحت تبكي المسكينة، والخوف كل الخوف من عماد. ايه ضرب بها الوش، لك بكفي انه هالجناب عيلتنا،
وما استفدنا منه ولا بطبخة قصدي ولا بشغلة. أنا قلت لسوسن عماد من اليوم ورايح يا عمي لازم يحسن وضعه الاجتماعي. طبعا الحين صارت عنده مسؤوليات. طبعا. ألو أهلين عماد ابن حلال، إن شاء الله ألف مبروك. كيف سوسن؟ يو ما بدأ الولد جكارة؟ طولوا بالكم طولوا بالكم، روم خلاص جايين لعندكم. يلا الله معك. شوفي عماد طاير عقله، مو مصدق حاله انه رح يصير عنده ولد واهله ذبحوا له 4 خواريف. يعني ما هو زعلان؟ عم بقول لك عماد طاير عقله، بس المشكله عند سوسن. شبه سوسن بالظاهر المسكينه، على قد مو عماد منشف له دمها جكره في ما عاد بدها ولد وعم تتحجج، قال لانه ما عندهم بيت. لك شو بيت وما بيت؟ إذا الولد ما له محل يجيبه لعندي. لك شو أختك جنت؟ قومي قومي خلينا نلبس ونروح لعندها، قال ما بدها أولاد. قال أنا طالعة ألبس، يلا يا جماعة خلونا نجهز حالنا. بابا ما بدنا بس يسكن معنا. أدري يا شقي عشان تحافظ على مواقعك ونفوذك في البيت. ها يضل أنا اللي مدلل بالبيت يهو.